مراحل الآلام، محاكمة السيد المسيح. يقف السيد المسيح أمام بيلاطس البنطي، فيرسله بيلاطس البنطي إلى هيرودس أنتيباس، والذي بدوره يرفض محاكمته، فيعاد به إلى هذا المكان، إلى قلعة الأنطونية. قلعة الأنطونية التي بناها هيرودس الكبير سنة 37 قبل الميلاد، وبعد موته أصبحت مركزاً للتواجد الروماني. يقف السيد المسيح أمام بيلاطس البنطي، لا يعلم بيلاطس البنطي ماذا يفعل معه، فيقول: هو ذا أنا أؤدبه ثم أطلقه. وكيف كان هذا التأديب؟ بالجلد، حيث جلد رب المجد حتى الموت. وهذا تحقيقا لنبوءة مزمور 129: وعلى ظهري حرث الحراثون. فأصبح شكل السيد المسيح بعد أن جلد كحقل حرث عليه من قبل الحراثين، ثم وضع على رأسه إكليل من الشوك مضفورا مربوطا بحبل. فتوج سيدنا السيد المسيح بهذا الإكليل كي يعلن أنه آدم الثاني الذي أتى لفداء آدم الأول، لأن عقاب آدم كان شوكاً وحسكاً ينبت لك. ولكي تتم نبوءة يونان النبي حيث قال: لقد غطى العشب رأسي، والعشب هو الذي يتحول إلى شوك. وبعد ذلك حينما صرخت الجموع: اصلبه اصلبه، أعلن بيلاطس البنطي براءته، فغسل يديه وأطلق لهم براباس حسب طلبهم، ثم أمر أن يصلب السيد المسيح. حمل السيد المسيح خشبة الصليب كالنير. هو من قال: احملوا نيري فنيري هين وحملي خفيف. ونعطى ولدا وتكون الرئاسة على منكبيه. مشى السيد المسيح في هذه الطرقات حاملا صليبه. ونعطى ولدا وتكون الرئاسة على منكبيه. مهانا مضروبا من قبل الرومان، ولم تكن بهذا الشكل، بل كانت أضيق من هذا الشكل، صاعدا إلى الجلجثة، المكان الذي سوف يصلب فيه. المرحلة الأولى مرحلة الجلد، المرحلة الثانية مرحلة الحكم، المرحلة الثالثة ونحن متجهين إليها. اعتاد الحجاج المسيحيين على أن يسيروا هذا الدرب حاملين أحمالهم وهمومهم لكي يطرحوها تحت أقدام صليب السيد المسيح على الجلجثة، ثم يقومون بزيارة القبر المقدس حتى يخرجوا بخليقة جديدة بعد أن وضعوا أحمالهم تحت أقدام السيد المسيح وصليبه. إلى يومنا هذا وهذا الطقس موجود، يمارسه الحجاج كما يمارسه أهل فلسطين المسيحيين المحليين. نقف الآن أمام دير وهو جزء من المرحلة الثانية، بداخله قوس يقال له إيكي هومو باللاتيني، هو ذا الرجل، وهي الكلمات التي قالها بيلاطس البنطي معلنا عن السيد المسيح: هو ذا رجلكم أو هو ذا الرجل.
فهي تتم للمرحلة الثانية التي كنا بها. يقرؤون قطعة من الكتاب المقدس ويرتلون التراتيل الخاصة في درب الآلام بحسب الطقس الغربي كما اعتادوا أن يقوموا بترديد الصلوات الخاصة بتلك المحطات. بدأ هذا التقليد في زمن القديس كيرلس الأورشليمي في سنة 363، فهو من بدأ طريق الآلام كي يذكر المؤمنين والذين سوف يدخلون الإيمان أي الموعوظين بآلام السيد المسيح والطريق التي سلكها. واستمر هذا الطقس بدون انقطاع إلى القرن الثامن، ثم انقطع هذا الطقس إلى القرن الثاني عشر وأعاده الصليبيين في القرن الثاني عشر، إلى أن انقطع في القرن الثالث عشر وأعيد في القرن الرابع عشر من قبل الآباء الفرنسيسكان إلى يومنا هذا. وفي بداية القرن العشرين تمت عملية إعمار لتلك المراحل التي يقف عليها الحجاج مرددين صلواتهم. وها نحن الآن باتجاه المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة، السيد المسيح يقع تحت الصليب للمرة الأولى. لقد وقع السيد المسيح تحت الصليب عدة مرات كي يعلمنا أنه من يقع قد يقوم ويستطيع أن يقوم. الكتاب المقدس لا يذكر أنه وقع تحت الصليب، ولكن التقليد الذي يعود إلى القرن الأول يذكر التفاصيل في طريق الآلام والتي عاينتها السيدة العذراء وأخبرتها إلى الرسل وانتقلت إلينا من الآباء الرسل. المرحلة الرابعة، السيد المسيح يلتقي بأمه ويخبرها أنه يجدد كل شيء بفدائه للبشرية، وهي الآن تحت حراسة الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية. وها نحن متجهون إلى المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة، سمعان القيرواني يساعد السيد المسيح بحمل الصليب، ومن هنا يبدأ السيد المسيح بالصعود إلى خارج المدينة لأنه صلب خارج المحلة، كما أيضا يخبرنا معلمنا بولس الرسول لنخرج خارج المحلة حاملين عاره. كما أنتم ترون نحن الآن في صعود خارج المدينة متجهين إلى تلة الجلجثة أو تلة الجمجمة والتي صلب عليها ربنا يسوع المسيح. المرحلة السادسة، بيت القديسة فيرونيكا، لا نعلم اسمها لكننا نعلم فعلها. هي المرأة الشجاعة التي تحدت قانون الشريعة والقانون الروماني، خلعت طرحتها وأتت إلى السيد المسيح مشفقة عليه، ثم مسحت وجه السيد المسيح فانطبع الوجه المقدس على طرحتها، ولكن وجه السيد المسيح انطبع على قلبها قبل أن ينطبع على طرحتها، حيث أثبتت شجاعة متفوقة حينما لمست إنسانا مجروحا ومهانا ومعدا ليصلب مقتادا إلى الصليب. فصرخ الناس الرؤية الحقيقية، فييرا إيكوني،
فأصبح اسمها فيرونيكا أو الرؤية الحقيقية أو الرؤية الصحيحة. ها نحن باتجاه المرحلة السابعة. المرحلة السابعة المكان الذي خرج منه السيد المسيح خارج المدينة حاملا صليبه، والمكان الذي وقع فيه تحت الصليب للمرة الثانية. من هنا، من حديقة، من بوابة الحديقة أو بوابة الحكم، يخرج السيد المسيح خارجا حاملا صليبه. المرحلة السابعة. ها نحن باتجاه المرحلة الثامنة، صاعدين إلى الجلجثة أو المكان الذي يقال له مكان الجمجمة. المرحلة الثامنة، السيد المسيح يخاطب بنات أورشليم: لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن، إن كانوا بالعود الرطب فعلوا هذا فكم باليابس. مع التغيرات التي طرأت على مدينة القدس عبر التاريخ، تم إضافة هذه الأبنية والتي تمنعنا من أن نكمل طريقنا إلى الجلجثة من هنا، فلذلك لابد أن نعود من حيث بدأنا الصعود لكي نصل إلى المرحلة التاسعة أو صخرة الجلجثة. نسير بأسواق القدس متذكرين فادينا الذي ارتضى أن يتجسد وأن يصبح واحدا منا لفرط وعظم محبته بنا، وارتضى أن يتحمل الآلام عنا. حبيبي فرج، متذكرين آلامه وصلبه، فرحين بقيامته. مسحوقا لأجل آثامنا، ارتضى أن يقدم نفسه فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. ها نحن نصعد على صخرة الجلجثة إلى المرحلة التاسعة، حيث شاهد السيد المسيح مكان صلبه وقبره وقيامته. من هنا بدأ السيد المسيح صعوده حاملا صليبه. من هنا بدأ السيد المسيح يرى قمة الجلجثة، المكان الذي سوف يصلب عليه ويقبر وفي اليوم الثالث يقوم. وها نحن نسمع أجراس كنيسة القيامة: تلة الجلجثة، كنيسة القيامة اليوم أمامنا، متجهين إلى المرحلة التاسعة وإلى البطريركية القبطية الأرثوذكسية، مارين بتلك الطرقات خارج المدينة التي صار فيها رب المجد. المرحلة التاسعة، السيد المسيح يقع تحت الصليب للمرة الثالثة، وهي آخر مرحلة خارج كنيسة القيامة، وهي المرحلة الموجودة داخل ممتلكات البطريركية القبطية الأرثوذكسية.
المرحلة الملاصقة إلى دير السلطان القبطي والبطريركية وكنيسة الملكة هيلانا. فها نحن الآن على صخرة الجلجثة. من هنا بدأ السيد المسيح الصعود إلى مكان الصليب. المرحلة العاشرة، السيد المسيح يخلع ثيابه، أو يخلعون ثياب السيد المسيح كالحمل استعداداً إلى الصلب، وهي جزء من الجلجثة، وهي جزء من الجلجثة. وها نحن صاعدون إلى المرحلة الحادية عشرة. المرحلة الحادية عشرة، مكان تسمير السيد المسيح، المكان الذي أتى إليه إبراهيم وإسحاق، ومنه توجهوا إلى المريا، ثم عادوا إلى هنا حيث وجدوا الحمل الذي ذبح بدلاً من إسحاق في هذا المكان، المكان الذي رأى فيه إبراهيم الخلاص قبل أن يتم. وهذا ما علمنا إياه السيد المسيح حينما قال: إبراهيم كان يريد أن يرى يوماً من أيامي فرأى وفرح. في هذا المكان الذي رأى فيه إبراهيم الخلاص وفرح. المرحلة الثانية عشرة، السيد المسيح معلق على الصليب مسلماً روحه في يد أبيه، فهو من قال: لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها. هنا صرخ قائلاً: قد أكمل، تثلستاي. هنا في هذا المكان قدم نفسه وقت المساء ذبيحة حقيقية إلى أبيه. هنا مات السيد المسيح على الصليب، فتشققت الصخور حينما تزلزلت الأرض. الذي أخلى ذاته آخذاً شكل عبد. وها نحن متجهون إلى المرحلة الثالثة عشرة، المرحلة الثالثة عشر، مكان تكفين السيد المسيح. في هذا المكان تم تكفين السيد المسيح من قبل يوسف الرامي ونيقوديموس والمريمات، واقتادوه من الحديقة إلى القبر المقدس، القبر الذي كان قد أعطاه إياه يوسف الرامي، القبر المحفور بالصخر. المرحلة الرابعة عشر، القبر المقدس، السيد المسيح يوضع بالقبر 3 أيام، وفي اليوم الثالث يقوم
المرحلة الخامسة عشرة أيضاً القبر المقدس، قيامة السيد المسيح مجدداً البشرية، فادياً آدم وبنيه، مقدماً نفسه إلى أبيه كذبيحة حقيقية.